حول مجريات الأحداث في الأراضي الفلسطينية وأيضا في العراق. يسعدنا أن يكون معنا في استوديو صباح الخير يا مصر دكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. الحقيقة ما زال المشهد على الساحة السياسية بيشهد العديد من التطورات المأساوية سواء على النواحي الفلسطينية أو العراقية. إذا تطرقنا بداية إلى المشهد الفلسطيني بنجد مبادرة محمود عباس أبو مازن بوقف عسكري الانتفاضة. كيف تقرأ هذه المبادرة؟ طبعا يعني إذا تحدثنا عن عسكرة الانتفاضة نحن نتحدث عن قوة فلسطينية لا تملك في الحقيقة مما يمكن أن نطلق عليه بالأدوات العسكرية أو بالآليات العسكرية التي يمكن أن تجابه الآلة العسكرية الإسرائيلية بكل شراساتها بكل عنفوانها. طبعا مثل هذه الأشياء أو مثل يعني المقاومة الفلسطينية هي طبعا نتاج طبيعي لوجود أعمال من قبل الاحتلال الفلسطيني الصيني أعمال تتسم بالعنف أعمال تدخل في نطاق الجرائم البشرية أو الجرائم التي ترتكب ضد البشرية. فطبعا يعني إذا تحدثنا عن وقف العسكرة الانتفاضة أو وقف ما يسمى بعسكرة الانتفاضة فمن باب أولى أيضا أن نتحدث عن وقف أو تهدئة أو التصعيد الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهذا ما دعا إليه الرئيس مبارك وما دعت إليه يعني أو ما تنادي به السياسة الخارجية المصرية. يجب أن يكون هناك توازن في مواقف الأطراف. يجب إذا كنا نتحدث عن وقف كامل لأعمال المقاومة الفلسطينية أو ما يسمى بعسكرة الفضاء يجب أيضا أن يقابل هذا من الطرف الإسرائيلي بمبادرة. طبعا نحن نعلم أن الأطراف الفلسطينية أو المقاومة الفلسطينية في السابق تقدمت بعدة مبادرات لهدنة أو لفترة يعني التقاط الأنفاس أو فترة يتم فيها التواصل الى صيغة لتهدئة الاوضاع، لكن طبعا الجانب الاسرائيلي هو الذي يخلق هذه الاجواء. اسرائيل تتحدث او شارون يتحدث عن خطة احادية لفصل الارتباط مع غزة وفي نفس الوقت يداهم غزة وفي نفس الوقت بالامس يعني ارتكبت اسرائيل اعمال اجرامية ضد الشعب الفلسطيني في خان يونس في جنوب قطاع غزة. فكل هذه الاشياء يعني لا تتسق مع ما يؤمل ان تسود الاجواء. اسرائيل تتحدث عن امن المواطن الاسرائيلي يعني هذا الامن سوف يكون بعيد المنال اذا لم تقدم اسرائيل من جانبها خطوه في هذا الاتجاه في وقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني. اذا تقول سيادتك دكتور جمال المناخ المواتي الان لاجراء الانتخابات الفلسطينيه كما يجب وعلى اعتبارها انها تكون خطوه على طريق احياء المفاوضات ما بين الفلسطينيين والاسرائيليين وصولا ل يعني تنفيذ خطه خارطه الطريق المطروحه. نعم. في اطار الجهود المصريه التي بذلت في اطار ما تمت من خطوات على الصعيد الفلسطيني وايضا ما يعني تبديه اسرائيل او تحاول تبديه من مرونه بحيث انها توفر يعني مناخ مهيئ للانتخابات الفلسطينيه. تقييمك لهذا المناخ واهميه هذه الخطوه لبدء المفاوضات من جديد. طبعا بالامس القريب يعني اعلنت اسرائيل او اعلن شارون انه يوم الفاز انه سينسحب من اراضي السلطه الفلسطينيه لمده 3 ايام من حين اتمام اجراء الانتخابات. يعني قد تكون هذه يعني بادره يعني قد تكون بادره طيبه من هذا الجانب ويكون لا نرغب ان نسم صفه الطيب من هذا الجانب لكن بادره على في محللها انها بادره طيبه قد تؤدي الى يعني ضمان نتمنى ان تكون ايجابيه لتؤدي الى ضمان اجراء الانتخابات الفلسطينيه. يعني اجراء الانتخابات الفلسطينيه في حد ذاتها او قيام السلطه الفلسطينيه يعني هذا لا يجب ان يكون معيار التعويل عليه. طبعا ماذا بعد الانتخابات؟ هل يلتزم اسرائيل بخطه خارطه الطريق التي توفر الحد الادنى من المطالب الفلسطينيه ام لا؟ هذا هو محك الاختبار او محك الاعتبار. يعني هناك قضايا كثيره جدا يعني عالقه بين الاطراف الفلسطينيه والاطراف الاسرائيليه. بالامس سمعنا تصريح بنيامين نتنياهو الذي يزايد على مواقف شارون ويتهم
شارون بن خزلان الضافي يعني يرى في خطة الانسحاب حتى خطة الانسحاب من قطاع غزة أنها خطة يعني انهزامية وأنها إذا تمت يجب ألا يمتد الانسحاب الإسرائيلي بأكثر من ذلك. يعني هناك قضايا اللاجئين، قضايا القدس، قضايا الحدود، حدود الدولة الفلسطينية، كل هذه القضايا يجب أن يكون هناك مشروع سياسي فلسطيني سواء من جانب السلطة الفلسطينية المنتخبة أو من جانب الفصائل الفلسطينية المنتخبة يجمع لهذا المشروع السياسي هو الذي يمكن أن يجابه به المخططات الإسرائيلية. يعني الآن للأسف هناك تنافر في الشارع الفلسطيني، هذا التنافر يكون يعطي التكأة لحكومة شارون أو للحكومات الإسرائيلية الأخرى استمرت أو لم تستمر حكومة شارون بزعم أنه لا يوجد شريك فلسطين. لكن إذا كان هناك ائتلاف، نحن سمعنا من محمود عباس بتصريحه خلال زيارته لندن أن هناك مفاوضات مع حماس والجهاد للدخول في صلب السلطة الفلسطينية أو لكون لبنة من لبنات السلطة الفلسطينية، وهذا تصريح جيد جدا. سمعنا أن هناك اتصالات كبرى بين حماس وبين أطراف أوروبية وأطراف أمريكية عبر وسطاء، كل هذه الأشياء تعطي مؤشرات يعني قد تصب في الصالح الفلسطيني للخروج بمشروع سياسي فلسطيني يحدد الحد الأدنى أو سقف المطالب الفلسطينية الذي يجب أن يلتزم به سواء محمود عباس أو أي رئيس آخر للسلطة الفلسطينية في مفاوضاته مع إسرائيل. نعم دكتور جمال، يعني في ظل هذه الأوضاع المتردية حاليا في الأراضي الفلسطينية، هل من الممكن إعادة تنفيذ خريطة الطريق؟ يعني خريطة الطريق في الأساس هي خريطة تبنتها اللجنة الرباعية ثم انفردت بتطبيقها الولايات المتحدة. في ظل هذه الظروف وفي ظل التواجد الأمريكي المباشر في المنطقة وفي ظل طبعا متغيرات إقليمية كثيرة جدا، نحن أو العرب قبلوا بتطبيق خريطة الطريق، لكن المشكلة الآن في مشكلة إسرائيل هي تزداد كل يوم غطرسها كلما يعني رأت أن الظروف مواتية، يا تريد من خريطة الطريق وما قبل خريطة الطريق مشاريع أوسلو واتفاقية غزة أولا غزة أليحة أولا، كل هذه يعني تريدها يعني مراحل لتثبيت أو لاكتساب أرضيات جديدة لتكريس الوضع الاحتلالي لبناء مستوطنات جديدة. يعني منذ أوسلو حتى الآن بنت إسرائيل حوالي 30 مستعمرة في الضفة الغربية، يعني انتشر الآن في بناء شبكة من الطرق بحوالي تمتد حوالي 500 كيلو لربط هذه الطرق بالمدن الإسرائيلية حتى يصبح من المحال أو لأي على أي حكومة إسرائيلية قادمة التفكير في حل تلك المستوطنات حتى تصبح أمر واقع. فبالتالي يعني خريطة الطريق استغرقت وقتا كثيرا منذ أن طرحت حتى الآن لم يتم فيها أي اتخاذ أي جانب إيجابي. الآن هناك حديث عن شيء آخر، خطة شارون بديل لخطة الطريق. حتى خطة شارون نفسها لم تنافس، خطة شارون تتحدث عن غزة فقط وتتحدث عن غزة كنهاية للحلم الفلسطيني. خطة شارون أيضا الآن عليها تحفظات من قبل اليمين الإسرائيلي المتشدد الأكثر تشددا أو الأكثر عدوانية من شارون. فبالتالي يعني هذه الأشياء يعني قد تكون مسائل مرحلية يستفيد منها إسرائيليا، لأن إسرائيل تظن أن الوقت في صالحها وليس في صالح العرب. فبالتالي كلما طالت المفاوضات كلما استغرقت المفاوضات تفصيلات أكثر، يعني حينما يعني نحن نعلم سيكولوجية المفاوض الإسرائيلي، هو لا يريد أن يدخل في صلب الموضوع، هو يريد أن يدخل في مسائل هامشية، هذه المسائل الثانوية أو الهامشية تستغرق الوقت والوقت تستنفذ وقت المفاوض العربي حتى يتم تكريس وضع احتلالي آخر وخلق واقع جديد. دكتور جمال، ننتقل إلى الوضع في العراق والمناخ للانتخابات هناك أكثر غموما، ويعني في ظل تصعيد المقاومة والتهديد بضرب المراكز الانتخابية، الأمر الذي جعل بعض المرشحين يحلمون عن إقامة سرادقات أو يعني حملات دعائية هناك. في ظل هذه الأجواء كيف تقوم أو تؤمن في إجراء الانتخابات في موعدها في العراق؟ والدور المنوط بالأمم المتحدة، ولأي مدى تبلور دوره للأمم المتحدة سواء في الانتخابات العراقية أو ما بعد الانتخابات على طريق مستقبل العراق السياسي؟ إذا تحدثنا عن انتخابات في العراق، يا
يعني وربطناها بما كنا سابقا الانتخابات الفلسطينيه في ستبرى في يناير، الميادين متقاربين تقريبا، يعني حتى اذا كنا نشكك في نوايا اسرائيل تجاه السلطه القادمه، لكن من باب اخر على المستوى التفصيلي نجد ان الانتخابات العراقيه اجرائها حتى وان تم قد لا تاتي نتائجها لتعكس رغبه واراده الشعب العراقي. هناك خصم مشترك يجمع الانتخابات الاسرائيليه والانتخابات الامريكيه ان الانتخابات تتم في ظل احتمالين، لكن يعني اذا كنا تحدثنا عن نيه اسرائيليه في الانسحاب المؤقت لمده 3 أيام حتى تتم على الانتخابات في العراق، الامر مختلف تماما. هناك مقاومه مستمره، هناك حاله لا امن يكتسي بها الشارع العراقي، هذه الحاله تجعل من الصعب او المستحيل ان تتم اجراء انتخابات ناجزه او انتخابات فعاله. قد تتم انتخابات، هذه الانتخابات قد تكون انتخابات شكليه او جزئيه او انتخابات لا تمثل الشارع العراقي، خاصه في ظل احجام كثير من المرشحين هذه عن التقدم بلوائح ترشيحيه، خاصه ايضا ان المجتمع العراقي، ان الشعب العراقي يعني لا يتوفر له الامن، ليس له دافع او حافز او يهيئ له الذهاب الى صناديق الانتخابات. وانا اظن ان كثير، ليس الشعب العراقي فقط، كثير من ممثلي السلطه الوطنيه في العراق سواء رئيس الوزراء او رئيس الجمهوريه لا يمكن ان يحقق امن، يعني لا يشعر بالامن داخل، لا يمكن ان ينتقل من مكان لاخر، من سواء في شمال العراق او في جنوب العراق، يعني كل انتقالاته في دائره مغلقه او دائره محدده. فكيف يمكن للمواطن العراقي في ظل هذا التصعيد سواء كان من قبل المقاومه او من قبل قوات الاحتلال ان يذهب امنا الى صناديق الانتخابات؟ وهذا ما ندت به قوى كثيره داخل العراق لكنها لم تلقى اذانا صاغيه. نحن نسمع الان عن طائفيه بعيده داخل العراق بين الطوائف المختلفه، نسمع ان الان ان افراد الطائفه السنيه يعني يكاد يكونوا شبه من المهمشين، وهذا ما حاز بعدلان البجاجي رئيس التجمع الوطني للمستقلين الذي يضم كثير من الاحزاب حوالي 16 حزب، انه يعني يدعو الى تاجيل الانتخابات لفتره 6 أشهر حتى يتم يعني ان يكون الاجواء مهيئه لهذا الانتخابات. لكن طبعا كل هذه الاشياء تجعل من اجراء انتخابات في الوقت الحالي حتى وان تمت لا تعكس رغبة وإرادة الشعب العراقي الحقيقي، لكنها قد تأتي بممثلين طائفيين سواء من قبل الأقراب أو من قبل الشيعة. نحن نعلم أن هناك إقبال أو تزايد من قبل الأقراب والشيعة على خوض أو هذه الانتخابات في هذه المرحلة. يعني دكتور جميل، ونحن مقبلين على عام جديد 2005 الحقيقة، كيف يمكن أن نقرأ السيناريو القادم للعراق في ظل هذه الأوضاع المتردية؟ ودعني أقول الحقيقة، نحن نأمل أن يكون هذا السيناريو متفائل إلى حد ما. كيف يمكن القضاء على النزاعات والصراعات الموجودة في العراق مع قدوم 2005؟ إذا وضعنا سيناريو متفائل، كيف يمكن أن نصل إلى ذلك؟ يعني وضع سيناريو أو وضع حد للأزمة العراقية أو للمأساة العراقية في وقت قريب، يعني قد يكون هذا أمر من قبيل التمنيات أكثر من قبيل الواقع. نحن نعلم أن طبيعة المجتمع العراقي هو مجتمع فسيفسائي يضم كثير من الطوائف، يضم كثير من العراق. العراق الآن أصبح ساحة تصفية الحسابات والثغرات التاريخية. في الوقت الحالي حتى لو خرج الاحتلال الامريكي بفرض ان لو خرج الاحتلال الامريكي فقد خلف الاحتلال الامريكي بوادر او ظهر او اظهر هذه الفتن لكي تخرج وتعبر عن نفسها. فبالتالي يعني هناك حقائق أليمة وحقائق مرة يجب ان نعترف بها، ان العراق سوف يخوض يعني تجارب أليمة حتى يتم الانصراف. يعني نعلم ماذا حدث في لبنان، استمر الوضع اكثر من 10 سنوات او الى ان وجد اللبنانيين انه لا مفر الى الالتحام، لا مفر لايجاد صيغه للتفاهم، ايجاد حتى يعني هذا الان الشعب العراقي في مرحله غريان، في مرحله اعاده تأصيل للعلاقة بين القوى المختلفة. حتى لو ذهب الاحتلال العراقي، وطبعا نحن نشك في إمكانية زوال الاحتلال العراقي في الوقت القريب، يعني هذه الأمور يعني تترك للزمن لكي يتكفل بها. وفي ظل الفراغ الأمني وحل الجيش، الخطوة اللي أقدمت عليها الولايات المتحدة فور مجال العراق، وأيضا في ظل هذا الصراع الطائفي، يبدو موقف
صعبا أكثر تشديدا، ولا يبقى إلا الأمل في أن يخرج الشعب العراقي من المحنة. نحن نرجو لشعبنا في العراق وفي الصين كله. جماعة السلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة سويس، شكرا جزيلا. شكرا.